إن يا شاء الله الله يا رب. وعندي سؤال، هل إذا كان هناك في المسجد سلم هل يقطع الصلاة؟ سؤال أول. إذا كان في المسجد سلم، سلم، نعم، هل السلم يقطع صفوف، الصف اتصال الأول الصفوف. إذا كان في الصف، هل يقطع الصف؟ نعم. بالنسبة للسلم إذا كان لمصلحة في المسجد فهو بمثابة السواري، والسواري لا تقطع اتصال الصفوف، كما قال مالك رحمه الله: موضع الأسطوانة ليس بفرجة. موضع الأسطوانة هو موضع السارية في داخل الصف، ليس بفرجة. ولكن يكره الصلاة بين السواري إذا كانت السواري ستؤذي الناس، وكثير من الناس يكون قريب من السارية وراءها، فيكون الصف الذي خلف السواري يصعب عليه السجود، لا بد أن يتزحزح إلى الوراء، فذلك النوع مكروه. أما نعم. أن تكون السارية في مقابل كتف الرجل أو منكبه فذلك ليس بفرجة، كما نص على ذلك مالك رحمه الله.